وكذا أمر ثالث يخشى وامضي وانفذ. ثم قال هناك أسماء محصورة همزتها وصل، وفي اسم أصل اسم سيمون، وقال الكوفيون واسم واسم. قالوا يا كوفية صحيح قلتم هو واسم اسم الإنسان واسم له علامة له. والبصريون قالوا سيمون سيميون سيمون 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 نعم كقينون. قالوا التصاليف تساعد البصريين للكوفيين صحيح، تقول في جمعه أسماء ولا تقول أوسام، وتقول في التصيل سومي ولا تقول أوسيم. إذن هذا يساعد هؤلاء يساعد هؤلاء. وثنيته تقول اسماني لا تقول واسماني، إذا التصريف يساعد البصريين. وهي اسم أستن أصله ستهن، تقول هذا أسته من هذا. إذن الساقطة لامه، هذه كلها أسماء حذفت لامها وأوضع همزة وصل. ابن أصله بنون كقلم بنون. قالوا يا صغر تقول بني، أصله بنيو ظلمت بنيون ضممت الباء وفتحت النون واتيت بالثالث ياء التصغير وجاءت الواو هي لام الكلمة لا بد منها، اسم موضوع على حرفين بن لا بد أن تأتي بثالث حتى تتمكن من تصغيره، التصغير نحتاج فيه إلى ثلاثة حروف. النواة بني اجتمعت واو والياء في كلمة وسبقت إحداهما بالسكون تقلب الواو والياء وتضم فيها صار بني. ابنهم هي ابن لكن زيدت فيها الميم للتكثير، فيها الميم للتكثير من أغراض الزيادة تكثير تفخيم اللفظ، تفخيم اللفظ وتكثير المعنى أو تكثير اللفظ وتفخيم المعنى. ابنهم واثنين أصل اثنين ثانون اثنان صار ثانون اثنان صار ثانون. وامرئ أصله مرء مرء، قالوا فيها مرء جمعوا بين العوض والمعوض عنهم. وتانيث نرجع لأولها ابن ابنة واسم استي ابن ابن لا ما فيها ابنة ابن ابن اسم اثنين اثنتان مرء امرأة. ويم أيم الله في القسر، أيم الله في القسر ويم الله لا فعلنا كذا اسم يلازم القسم لا يستخدم إلا في القسم وخبره واجب الحذف. همز ال كذلك همز ال كذلك القمرية أو شمسية همزتها تتفصل الختاب. نرجع نقول وفي اسم واستن ابن ابنة ابن اثنين اثنتين امرؤ امرأة المجموعة عشر. ويبدلوا مدا في الاستفهام إذا أدخلت على همزة الاستفهام اجعله مدا لها لا يجمع بين همزتين. الذكرين حرم أم الأنثيين، إذا كانت الهمزة الوصل مفتوحة مثل أدخلت على همزة الاستفهام لا بد أن تنطق بها حتى تفرق بين الاستفهام والخبر، فإن كانت مكسورة أو مضمومة تركها. وقعت في الدرج تقول اضطر زيد لكذا اضطر لكذا، الاستفهام واضح من له اضطر. اذا كانت مكسوره احذفها كذلك اطلع الغيب اي من اتخذ الرحمن اطلع، هنا همزه الوصل مكسوره يصير اطلع افتعل من طلع. يبدل مدا في الاستفهام او يسهل يسهل. قال الحق الحق إن دار الرباب أو أن دار الرباب تباعدت أو انبت حبل أن قلبك طائر الحق. سهلت بين الهمزة وبين بين الهمزة وبين الألف، هذه طريقة. طريقة أخرى أن تجعل مدى لما قبلها قبل مدى لما قبلها، مثل قلت لك الذكرين ويبدل مدى في الاستفهام أو يسهل بين بين. همزة الوصل تكون همزة قطع ضرورة. قال إذا جاوز الاثنين سر فإنه بلث وتكثير الوشاة قمين. إذا جاوز الاثنين قال الآخر ألا لا أرى اثنين
أكثر شيمة على حدثان الدهر مني ومن جمري. أحسن الناس هو ومرته جمل زوجته. رأي فريد. من هذا القائد؟ أدري عنه. وعكسه اضطر من يجعلها همزة وصل وهي قطع فجعلها همزة وصل. قال قصي بن كلاب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لدى الحرب رخي اللبب عند تناديهم بهال وهب معتزهم الصولة عالي النسب أمهتي خندف وليأسو أبي وليأسو. ما قال وإلياس طر جعلها همزة وصل. قال آخر: لم أقاتل فلبسوني برقعة وفتخات في اليدين أربعة. كأنه صار امرأة. نقول لها سبع حالات: الفتح وذلك في همزة الخاصة، الفتح وذلك في همزة الخاصة، والضم إذا كانت في أمر مضارع مضموم الثالث يخرج وخرج، أو بني المجهول فكسر فضم. إذا كانت في مضارع مضموم الثالث ليس مكسر مضموم الثالث كخرج يخرج تقول في أخرج، أو في خماسيهم بني المجهول كانطلق. هاي موضعان. موضع الثالث رجحان الكسر إذا عرض كسر عين الفعل بسبب إسناده إلى ياء المخاطبة نحو أغزي فيها إغزي وأغزي إغزي بسبب ياء المخاطبة إتباع لها أغزي وهو الأصل. وقال بعضهم الإشمام أفضل أن تجعلها بين رجحان الكسر على الضم وذلك في اسم فيه اسم وأسم راجع اسم. رجحان الفتح في أيمن فيها أيمن وإيمن والفتح أرجح. التخيل بين الضم والكسر والإشمام في المبني المجهول من افتعل وانفعل وانقاد وانقود وانقيد وانقود الإشمام. السابع الكسر فيما عدا ذلك وهو أصلها. البت الأصل هي همزة التواصل ولا قطع؟ قالوا هي أصل فيها همزة التواصل قطع البتة لا أفعل البتة، لكن الاستعمال جعل همزة قطع وليت مقدمة من حجر رجح جدا أن تكون همزة التواصل هو أصلها، لكن وإعرابها تراها دائما مفعول مطلق لا أفعل البتة مفعول مطلق. الأسماء السماعية ما هو يعني لا يوجد غير هذه الأسماء العشر ما يصل للأسماء أحمد وأحمر أحمد وأحمر وإيمان وإسلام كله همزة وهمزة قطع وحروف كلها قطع أن وإن وأنت وإن عندك فقط همزة ألف.